لي حد الدار يعني يجي من فيا كده قطعوا رجلي. انا بستجيز منك بيك يا ريس تجيب لي حقي منه. امه واصله وابوه واصل وضيعوا حقي وضيعوا حق المريضه ده. هي دلوقتي رجله اتقطعت والتانيه خلاص ما عدتش قادره لي. ابوس ايديكم انقذوني، ابوس ايديكم انقذوني يا ناس. انا عايزه كل اللي يسمعني ويقول لي انا شفت ايام سواد في حياتي، ما شفتش راحه مره. انا كنت بجري وراضيه يبقى ليلي، وكنت بقول يا رب اجعلني بايه امشي على رجلي عشان اجري واسطرهم، وبرضه ابقى ليلي والله وانا قاعده في الشتاء بقول يا رب ليه يعملوا معايا كده، عشان انا ماليش حد. لو ليا مثلا ابني كان خد حق امه، لكن امه وليا غلابه. متابعينا الاعزاء، متابعي مباشر من مصر، برحب بحضراتكم في لايف جديد من داخل قريه برق العز التابعه لمركز المنصوره بمحافظه الدهليه. شهدت مدينه مبارك بمدينه المنصوره حادثه بشعه جدا. طفل 13 سنه عديم المسؤوليه، اهله ركبوه عربيه للاسف الشديد دهس بيها الناس الغلابه اللي قاعدين على التلطوار، شغلتهم وعملهم ان هم يجمعوا الكراتين. الحاجه ليلى وزوجها الحاج علي هيكل شغلتهم يجمعوا الكراتين عشان يربوا بناتهم الخمسه من عرق جبينهم ومن كفاحهم. الام عمرها كله في شقاء وتعب وكفاح، قالت مش هقبل من حد مساعده وربي بناتي من عرق جبيني انا وابوهم. لكن الطفل جه بعربيه مسرعه وعمال بيخمس ودهسهم. الام تم بتر رجليها الشمال ورجليها اليمين زي ما حضراتكم شايفين، فيها جهازين، جهاز هنا زي ما حضراتكم شايفين والتاني في الساق، والاب ركب شرايح ومسامير في ايديه. الاثنين اصبحوا عجزه طريحي الفراش. من يتكفل بالاطفال اللي اصغرهم 5 سنوات؟ الطفل اللي حضراتكم شايفينهم لضيق الحال ما ودوش بناتهم للمدرسه، ده الاربع بنات ودي الخمسه، ما راحوش مدارس، كان نفسهم يعيشوا حياه عاديه، لكن لضيق الحال ما راحوش مدارس، كانوا بيعيش معاهم على التلطوار ويناموا معاهم. ده الاب زي ما حضراتكم شايفين واقف مكتوف الايدي بيقول كلمه واحده، بيقول هو انا علشان غلبان يدهسني الغني بعربيته؟ هو انا ليه؟ انا لحمي مش رخيص، انا ليا حق وليا دوله هتجيب لي حقي. تعالى يا حاج قول لنا ايه اللي حصل. والله انا قاعد على في جامعه عند جامعه الازهر في شارع عيسي ابو الصبر ماركت مكه. جاء عيل عنده 13 سنه ونص داس علينا بالعربيه وخد من قدامنا الكرام لغايه ما دراعي اتكسر. انا ما قدرتش بنفسي انا في المستشفى. دكتور هاي اللي كانت قعدت محجوز في المستشفى شهر ونص، ومراتي بقى لها شهرين لسه طالعه امبارح. حتى الدكاتره في المستشفى قال لك يا عم شوف لها دكتور خصوصي بره اعملها لها العمليات، ما حدش يعرف يعملها لها هنا مستشفى العم المنصور. ايه الاصابات اللي في الحاجه ليلى؟ الاصابات عاوزه 6 عمليات. ايه الاصابات اللي فيها حاليا الاول؟ الاصابات اللي عاوزه 6 عمليات. رجليك الشمال؟ رجلي اتقطعت، ما عدتش عارفه اسقي نفسي كوبايه ميه. انا لما بحب اشرب بخلي بنتي تسقيني، بس بنتي قعدت معايا النهارده مش قاعده معايا بكره وهتروح، وهتسيبني وتروح لجوزي. جوزتيهم بالدين؟ شفتي السواد علشانهم، وكنت بحمد ربنا على اللي فيه، بقول يا رب اجعلني بصحتي واجري، وكنت بفتح كياس الزباله وبراضي يبقى ليلي. لا ليا شغلانه ولا انا متعلمه ولا ليا حاجه، وكنت برضه ابقى ليلي، وكنت بقوم الساعه 6 الصبح امشي واجري وراح اجيب لهم اكلهم وشربهم عشان ما يحتاجوش لحاجه، عشان ما اقولش الواحد يديني جنيه. تم بتر الرجل والتانية فيها جهاز للأسف، واحد في الفخذ زي ما حضراتكم شايفين والتاني في رجليه هنا وكسر في الحوض. عمليات مطلوب ليها 6 عمليات جراحية. الولد ده انت شفتيه وهو بيصدمك؟ انا بقول لك فاجئت اللي انا قاعدة جنب العمود ما لقيته في الدخل عليه دعكني 100 حتة 100 حتة. الناس بيقولوا الشهادة على روحه، كل اشهدوا ان الله محمد رسول الله، جابوا لي ملاية حطوها عليا. بقيت اقول لهم طب شيلوا الجزمة من رجلي، اتابي رجلي مدعوكي، اتابي رجلي مدعوكة قدام الدنيا كلها في مدينة مبارك في شارع عيسى. كنت بتعملوا ايه هناك يا حاجة ليلى؟ هناك كومب زبالة كنت بلم عليه، وبل السوبر مكة
بلم عليه دايما انا وعياله وبناتي. مالكوش شغلانه غيرها؟ ماليش الا هي. بعد ما طلعتوا من العيله قلت لي كنا ساكنين بالايجار. انا كنت ساكنه بالايجار، ما كانش بيت الاله طردونا، وكان معايا ثلاث بنات كنت بجري وبشقى عشانهم، وشفت المرمطه على شنو، ما حدش اداني جنيه، وشفت السواد اتبهدلتي وبقيت اجري عشان خاطر بناتي وبناته. البيت ده في وسط اراضي زراعيه، بيت بالابيض معروش بالعروق وبالغاب وبالبوص، وقلت هي حيطه اربع حيطان يلمونا. انا كنت طالبه بقول خزانه، خزانه بس تستر بناتي، وربنا حقق لي امل وسترني وجاب لي حته الخزانه وقعدت فيه. وتراني يبقى لي بطلع كل يوم الساعه 6 اجري على اكل عشان ما كنتش اطلع يوم ما اكلش عشان ال 50 جنيه ال 100 جنيه اللي معايا تيجي اجيب بيها شقه. الناس كلها جايه بتزورك، الناس والقريه كلها مقلوبه راسا على عقب، يعني هقول ايه، مصدومين من اللي حصل لك. الناس كلها جايه بتواسيكي، لكن انت الوجع اللي جواكي اشد من اي كلام ممكن يتقال. الاسره دي جت تواسيك، اسره الولد الصغير ده ما حدش جاني. يعني لو كانت جتني ورضتني انا كنت رضيت بقليلي، وكانت قالت لي اجيب لك علاجك واشرف عليكي، انا كنت رضيت. لكن يا ريس بتقول لي امشي في مجرئاتك، امشي في طلباتك، وانا غلبانه وماليش ظهر، ماليش حد الا ربنا. يا ريس، يا ريس انعام نفسه في عرضك، انا بطلب منكم الشفعه، تجيبوا لي حقي يا محاميين يا دكاتره. في محامي معاكي يا امي؟ معيش الا ربنا، انا معيش فلوس. هو الولد تم القاء القبض عليه وتم تحرير محضر بالواقعه واتحقق معاه وطلع على ذمه القضيه، علشان هو طفل صغير اصغر من تقريبا من 14 سنه. معاه واسطه؟ مفيش واسطه على القضاء ولا على الشرطه. قالت لك انا معايا واسطه طلعه، وطلعته وما عرفش 3 ايام. على ذمه القضيه هيرجع تاني وهيتم طبعا محاكمته واثقين في الشرطه، لكن انت عاوزه حقك. عايزه حقي عشان انا ماليش حد الا انت يا ريس. حاضر اخلص معاه واكلمها. تمام يا ريس، انا ماليش حد، انا بطلب الشفعه منك، انت اللي هتجيب لي حقي وحق الولايه الغلابه دول، خمس بنات. النهارده هو ما دمرتيش لوحدك، هو دمر الاسره كلها معاكي للاسف الشديد. هو دمر مين اللي هيجوز دول دلوقتي؟ انا خلاص ما عدتش قادره اسال نفسي كوبايه الميه. انا كانت بنتي عايله من ولادي، كانت بتطلب المسلم، كنت بشحت من كل باب لهم عشان اقلب لهم، كنت عشان اشرفهم قدام رجالتهم، بس كنت بحرم نفسي من اللقمه ومن الاكل ومن الشرب علشان اجيب لي بناتي، واخسر استخسر اجيب لي نفسي جلابيه البسها عشان اجيب لي بناتي، وبرده ابقى ليلي. انت الكلمه اللي قالتها لك ام الطفل دي او ان هي وصلت ليكي كسرتك، ان هي بتقول لك اخر ما عندك هاتيه، ده الكلام اللي اتقال لنا، واعلم في خلك اركبي للاسف. حسن عشان هي سائله وعارفه ان انا ماليش حد وضعيفه، لكن هي عارفه ان انا لو ليا حد كانت شالت لي الكلمه دي. جوزها شغال في التقفل بتاع الضرايب وهي شغاله في التامين. لو سامعينك هتقولوا لهم ايه حاجه ليلى؟ انا عايزاهم يساعدوني. لا، لو الست دي ام الطفل اللي عملت فيكي كده، انا مش هقول اكتر من حزب الله ونعم الوكيل، وتجعل معاها ولايه زيي وتشوف اللي انا شفته. طب لو المسؤولين سامعينك يا امي هتقول لهم ايه؟ المساعدين يساعدوني ويجيبوا لي حقي. انت عايزه حقك بالقانون؟ انا عايزه حقي بالقانون يجيبوا لي عشان انا ماليش حد. لو ليا حد كنت اشتريت على المذيعة. ليك ربنا، ليك ربنا احسن من الكل يا حبيبتي. الام بتقول كنت طول عمري بسمع عن الحوادث، لو كنتش ما كنتش اتخيل في يوم ان انا هطلع وهصور وهتكلم واقول انجدوني يا ناس هتولي حق يا عالم، انا مكسوره انا وجوزي. زي ما حضراتكم شايفين تم بتر رجليها الشمال ورجليها اليمين، زي ما حضراتكم شايفين اللي عاشت عمرها كله في شقاء ببناتها شقيقتها اللي كانت ملازمه معاها في المستشفى، الف مليون سلام عليها. قولي لي هل فعلا الطرف الثاني تواصل معاكي كلموكي؟ القرب الطرف الثاني جم زي ما اكون كان بيشوفوا ان هي هتموت ولا مش هتموت. فاحنا لما جم احنا عايزين نقول اللي حصل بالحقيقه. أيوة يعني انا عارفه انت زعلانه فممكن تنفعلي شويه. انا مش بزود والله، ورحمه الله بزود. هم جم اللي بص عليها في العنايه وجم قالوا لي انا هندفع. قلت لهم يا جماعه لما تبقى تطلع بالسلامه شوفوا اللي راضيها واعملوه، احنا ما احناش طمعانين في حاجه ولا احنا عمرنا طمعنا في حاجه، احنا ناس غلابه. ايوه عايزين مش شويه خرده من علاجها، لان قلت لي بس تقوم ابويا زي ما ابنك خبطه، واحنا ما رضيناش اصلا ضرر عيل كده. علشان علاجها احنا ما احناش ناس يعني ايه، احنا عندنا ولا عندنا عيال برضو ما نرضاش اللي نرضي نضر اي حد. فجم هي وشويه هي ونفرين معاها كده، قال لك ده اخواتي باين او قرايبها، جم شويه وقاموا بعد كده ما شفناهمش. لا جم سالوا عليها ان هي ماتت ولا عاشت ولا بها ايه ولا عليها ايه،
دي اللي هم عملوه. لكن ان هم عبروها جم مثلا سالوا عليها، جم في ناس اتظهر على ما معاهم وقالوا ده احنا هنلم لها ونعمل لها، ما حدش عبره. اللي قالوه ان الرجاله هنا في عندنا في البلد اعلى مفخركم ركبوه ومشوا فضيقكم زي ما انتم عايزين. كلمه ضايقتكم واستفزتكم. ايوه راحوا قالوا للناس هناك في المستشفى احنا نعرف ناخد الورق اللي في المستشفى وما نخليناش لها قطريه منظر خالص ان هي دخلت المستشفى، واللي تعرفوا تثبتوه اثبتوه. فاحنا ازاي يعني؟ يعني الناس الغلابه اللي زينا يدسهم؟ لا مفيش الكلام ده مستشفى حكومي وبقى موثق بيها ده دخل امتى وطلع امتى واللي حصل. في حاجه اسمها رحمه بالله، مش ان يعني الغلابه يدسوا في الرجلين ولا ايه؟ بتطالب بايه؟ انا طالب حق اختي الغلمانه ديت اللي صاحبه ولايه بس. يعني حرام تفرد قدامه طفل وداسه. هو جوزها شغال ايه؟ جوزها شغال برضو بيلم شويه خضار. يعني مالهمش ارض مثلا بيزرعوها؟ مفيش وظيفه، مفيش معاش. احنا ما احنتناش، احنا كلنا كده، العائله بتاعتنا كلنا كده شغالين في دم خرده. بتقولي ايه؟ عايزه ايه؟ احنا عاوزين تشوفي هي، مفيش ولا اي حاجه. زي ما انت شايفه رمضه حتى سارجه في قلب اه ده بيتهم تقصدي مالهمش غيره. ممكن اخد جوله في ثواني لمينا كلهم بعضنا علشان نعمل لها الحته دي. مفيش فيها اي حاجه ولا الدولاب متكسر حتى، مفيش زي ما انت شايفه، ومفيش لمضه حتى اصلا في قلب المكان، نايمين في الضلمه ولا معانا جنيه ولا معانا اي حاجه. وبنصدق لما حد يجي يساعدنا باي حاجه احنا عايزين بس نساعدكم بس مش اكتر. يا عدل ربنا يعني هو الغلبان يدوس زي ده المطبخ بتاعها ولا في ثلاجه ولا غساله ولا اي حاجه. الجيران قالوا لي كده ما زعلوش مني، انا ما صدقتش. يعني ايه عايشين من غير ثلاجه وغساله؟ احنا عايشين ايه زي ما انت شايفه؟ ساعات بتنام على الرصيف يا ست احنا بس عاوزين مساعده من كل اللي يشوفها وكل اللي يشوف حالتها ويشوف بيتها. يا ريت ان انتوا تساعدونا بس مش اكتر، احنا مش طالبين اكتر من نساعدكم بس. والله نتمنى ان يكون في دكتور يتكفل بعلاجها ويكون محامي يقف جنبها يتابع القضيه. يا رب انت كده كرمتنا، ويا رب اللي يقف معانا يستر دنيا واخره زي ما انتوا هتسترونا تستروا عند الرب وعند العبد. احنا بس مش هنقطع بس احنا عايزين دكتور يشوف البيئه. هو ده البيت يا جماعه؟ هم ده الحمام عزاكم الله. يعني عفوا ده الحمام؟ هو ما فيش فيه ميه؟ لا ما فيش ميه بلديه خالص هنا. ثانيه انا خدت بالي من الطبقه اللي فيها. ما فيش بلديه، ما فيش ميه هنا خالص بلديه، ما عندهاش ميه. وزي ما انت شايفه الكهرباء داخله من مرسي والحته كده والحمام كده والكهرباء من مرسي. السباكه واصله بس ما فيش ميه. ما فيش ميه، السباكه اصلا بايظه ما عاوزينش ان هم يجهزوها. لو كنت ادوهم الميه اللي عندنا من اهم الميه. ما بنشربش ميه بلديه، مفيش حتى ميه مجانا والله. وزي ما انت شايفه الحال كده، كل بقى طب على في البيت في الاراضي الزراعيه في منطقه زراعيه هنا، منطقه نائيه بعيد شويه عن البيوت. مش عاوزين اي حاجه اللي عندها بس. انت عاوزه حقك بالقانون بس، هو ده اللي انت عايزاه. انا عايزه حقي بالقانون يا رئيس. يا رئيس العام انا عايزه حقي. تمام. انا عايزه حقي يا رئيس العام، وعايزه الرئيس يقف جنبي. مش جنبي انا، حتى جنب البنات الغلابه. انا خلاص انا عدت عجزه. وعايزه اللي يشوفني على الدنيا كلها يساعد البنات الغلابه دهم. لا عندهم ثلاجه ولا غساله ولا بوتاجاز ولا حتى بشحط الميه من الجيران. انا قاعده في الزراعه. كنت عايشه بالرغم من ده كله وراضيه. وراضيه بقليلي والله يا رب، كنت راضيه بقليلي. الدكاتره ركبوا لنا المسام بتاع الحديد. كنت راضيه بقليلي الحديد. وقولوا احنا ما عندناش، مش هنستقبلك في المستشفى. احنا مش هنستقبلك في المستشفى، مفيش استقبال عندنا. الجراحه مش الجراحه طلعتها كتبت خروج. لا ميعاد للخروج. وقال لك مش خارجه. ليها ميعاد للخروج خرجت فيه. قال لي لازم تتابعي دكتور كبير. نفسك دكتور يتابع معاكي. تابعي دكتور يدينا الرحمه من قلبك. يا ريت. نتمنى يا جماعه لو في طبيب متخصص. عظام عظام ولا جراحه؟ عظام، عشان رجلي خلاص عارف عجزه ما عدتش قادر. لا حول ولا قوه الا بالله. يتابع معاه لان الاب طبعا يعني ضيق الحال والحاله الماديه ما تسمحش ان هو يكشف عند دكتور بره. والام مفروض ليها 6 عمليات للاسف الشديد، ما بين ترقيع وتجميل وما بين العظام للاسف، يعني عمليات كتير بجد. الوضع صعب قوي، مش قادرة أقول كلام. الأم قالت كلام يوفي عن أي كلام ممكن أنا أقوله. لا حول ولا قوة إلا بالله، وربنا معاها، ربنا يعافيها ويشفيها. بجد مفروض إن إحنا قبل ما نركب ولادنا عربيات نعلمهم السواقة ونعلمهم الأخلاق. أنت لا قدر الله خبطت حد، أقف وانزل وساعده وشوف ماله. الولد كان صغير وطايش، أنت ليه بتركبه عربية؟ طب ركبت عربية ولا حصل حصل، مع إن ده غلط ومالوش أي مبرر في الدنيا. روح للأهل قول لهم مالكم، أجبرهم بكلمة، اكبر خاطرهم واقف جنبهم. انت ما ضربتش فرخه على الطريق بتسيبها موتها وبتجري. ده بني ادمين، ده ام ليها 5 بنات
عارفين يعني ايه خمس بنات؟ يعني الحمل تقيل قوي ما بين اتنين بس اللي اتجوزوا، ولحد اليوم بتسد في جوازهم او جوازاتهم لانها كانت جايباها بالدين، وده بناء على كلام الجيران. الام كانت نفسها بتستحي وتمنع كبريائها وعزه نفسها ان هي تمد ايديها لحد، لكن اللي حصل ده حوجها للاسف ان هي تطلع وتتكلم. لكن هي كلها ثقه بالمسؤولين، كلها ثقه بالقضاء العادل، كلها ثقه في رجال الشرطه والجهات الامنيه بتناشد انا عاوزه حق. بشكركم متابعينا الاعزاء، متابعي عين مصر ومباشر من مصر في كل مكان. كنت معاكم انا حسناء رفعت، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.